السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخواني أخواتي الكرام، معكم أخوكم عيسى من قناة عيسى أند أدفنشر. دائما وأبدا نقول البطارية بدلها خلال فترة ما تزيد عن سنة وشهرين، سنة وثلاث شهور من باب الأمان، لا تخلي البطارية سنة ونص أو أكثر. عندنا هاي البطارية راح نبدلها، البطارية هذه منتهية، شغلنا السيارة وما اشتغلت. فأول ما تفصل البطارية ما تفصل الإيرث قبل، لأن هذا يعزل الكهرباء، فأول تفصل الموجب وبعدها تفصل الإيرث اللي هو الأسود أو نقول السالب. فبعد ما ترجع وتركب بطارية جديدة تركب أول شيء الإيرث اللي هو السالب وبعدها تركب الموجب، وراح نبدل البطارية أو راح نشيل البطارية الحين ونرجع نركب البطارية الجديدة إن شاء الله. وخلوكم ويانا ونحاول نفصل البطارية هذه، فصلناها من الجهة اللي هي الموجبة، والحين نحاول نفصل اللي هو الجزء السالب. وهذا فصلنا الإيرث، وهاي البطارية شوفوا متكون عليها بعض الوسخ هنا، لازم تنظفها بين كل 3 أو 4 شهور عشان تشتغل معك السيارة بشكل أفضل. وهذه طريقة فك البطاريات، كل بطارية في كل سيارة تختلف طريقة فكها، في من بطاريات صعب فكها فتحتاج إلى شخص يساعدك. الحين ركبنا البطارية الجديدة مثل ما انتم شايفين، شلينا البلاستيك عنها، لاحظ معي تنظف هذه المنطقة، تشيل هذه المواد الخضراء اللي عليها اللي متأكسدة، لازم ان ننظفها بين فترة وفترة لانه ما بيكون هناك في اتصال بين البطارية والكيبل، لازم تنظف هذه المنطقة، تأكد انها تكون نظيفة وبعدها تقوم بتركيب الكيبل على البطارية وبعدها نركب اللي هو الأحمر الموجب. والحين نقدر نشغل السيارة والأمور إن شاء الله طيبة. والحين عقب ما خلصنا نثبت البراغي كاملة، تأكد أنه كاملة مثبتة وسلامتكم، وشغل السيارة ونقول بسم الله واشتغلت ويانا السيارة.